بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المهندس نهاوند أحمد إبراهيم سوقية، رئيس لجنة المهندسات المركزية في نقابة المهندسين مركز القدس، حاصلة على بكالوريوس هندسة كيميائية وماجستير هندسة مياه وبيئة. أعمل حالياً في وزارة الزراعة مديرة المختبر المركزي، منسقة لمشروع بنك الجينات الفلسطيني بدعم من البنك الإسلامي، وكنت منسقة لمشروع هولندي لإعادة استخدام المياه العادمة في الري. لدي عدة أوراق وأبحاث في مجال المياه والتربة والزيت. موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما، هل أراك في علاك تبلغ تبلغ السماك. موطني 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 موطني، الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد أو نستقي من الردى، ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبيد. لا نريد لا نريد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد، ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد، لا نريد بل نعيد مجدنا التاليد مجدنا التاليد. موطني مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، غاية في علاك قاهرا عداك قاهرا عداك موطني. وفي النهاية الفضل يعود في نجاحي لأمي فلسطين الحبيبة ولوالدي رحمهم الله، ونراكم قريبا في القدس العربية.